ونتابع مع نجوم الغناء ومع رامي جمال اللي أيضا جدول أعمال المقبل مليء بالحفلات، إلى جانب تحضيره لأعمال عديدة خبرنا عنها في لقاء حصري جمعنا فيه، وهذا في Tracking Story Number 2. الفترة اللي جاية دي إن شاء الله في شوية مفاجآت كتير، منهم 4 دايز معمولين مع ناس مختلفين، ناس حد من مصر وحد من العراق وحد من اليونان وحد إن شاء الله من هنا من يوروب إن شاء الله. قلنا أسماء؟ لا أسماء دلوقتي لحد ما الأعمال دي تتم. أنت عارف أنا بخاف والله، أنا من الناس اللي دايما مقتنعة بإن داري على شمعتك تقيد دي حاجة حقيقية، لأن سبحان الله ساعات بنيجي نتكلم على حاجة إحنا نفسنا بنحسدها إحنا نفسنا، فبحس بحب دايما اخلي الحاجات دي، بس احنا قربنا قوي من اول تراك ان شاء الله. وهالديوز اللي يتحضر رامي جمال لاطلاقهم يقابلهم اغاني اخرى مشغول بتلحينها ان شاء الله، في انغام ان شاء الله، في انغام مش عايز انسى والله، انا بنسى للاسف وبيزعلوا مني، يعني اللي انا متاكد منه انغام الفتره اللي جايه. انا اسف يا جماعه لو نسيت حد، انا اسف. معك حق تنسى يا رامي، فتعاوناتك الناجحه في الفتره الاخيره تنوعت وشملت اسماء عديده. خلي بالك انا اللي شجعني على فكره الديو دي اغنيه سعد وإليسا، انا عملت اغنيه سعد وإليسا كسرت الدنيا يا عم، فدي شجعتني ان الناس متحمسه لفكره الاختلاف. هو بيحبوا إليسا طبعا وبيحبوا سعد طبعا، بس وجود اسمين دايما كبار مع بعض دي حاجه بتنجح زياده، انت بتاخد من جمهور ده وده بياخد من جمهورك. معقول نشوفك مع إليسا بديو؟ أتشرف، أنا بحب إليسا على المستوى الإنساني جدا وعلى المستوى الفني جدا جدا جدا، فأتشرف ليه لأ، لو في يوم من الأيام في تراك مناسب أتشرف أنا يعني، وبقول لها جهزي نفسك. فأغنية من أول دقيقة تخطت مشاهداتها لليوم 295 مليون على يوتيوب، ولو في تعاون جديد بينه وبين إليسا فرامي بياخذ وقته بالتحضير له. إحنا قعدنا اشتغلنا على أغنية أول دقيقة دي 6 شهور، فأنا من الناس اللي هي مش يعني لو ما عنديش تراك أنا مؤمن بيه بنسبة 100% مش هدي لحد وخلاص لمجرد إنه هو واثق فيا. لا أنا ما اشتغلت لا إليسا وسعد، ولا كان في فكرة تانية وبعدين زبط؟ لا كانت إليسا وسعد، أنا من أول من داي 1 وأنا عارف إن الديو ليهم هما الاتنين، ودي حاجة لازم أبقى عارفها، لأن أنا لو مش عارفها مساحة كل مطرب في الصوت مختلف عن التاني، ستايل كل مطرب في الصوت مختلف عن التاني، فأنا كان بالنسبة لي كان لازم أبقى عارف علشان أشتغل على صوت سعد، لأن أنا سمعت سعد في الهيتس لكن ما كنتش سمعته في الأغاني الرومانس، فكانت وظيفتي في إني أظهر أحسن ما في الاتنين في الحتة دي، والحمد لله توفقنا فيها. لكن التوفيق ما تم بينه وبين تامر حسني على أغنية أوعديني. بعت غنية لتامر حسني بس طلع قال إنه بعت له إياها على الرقم القديم وهو شايف إنه أنت أحسن حدا. بالنسبة لي لا، هو خلي بالك فعلا التراكات الحلوة رزق، لأنه في الآخر كل تراك لما بيروح لحد لو ربنا كتب له بيه نجاح، النجاح ده نوع من أنواع الرزق، فهو التراك في الآخر سيبك من الهزار بتاعي أنا وتامر وإحنا على السوشيال ميديا، وفي الآخر التراك كان رزقي يعني، ففي الآخر بقى أيا كانت اللفة هو في الآخر التراك راح للي ربنا عايزه يروح له يعني. وعلى سيرة السوشيال ميديا، هالصورة اللي نزلها رامي أثناء تواجده في باريس لاقت تفاعل كبير من متابعينا، والسبب شعره. اللي ضحكني أكتر صورة نزلتها على الستوري مع شعر طويل، شو قصر الشعر طويل؟ والله لا أنا بعد ما نزلت الصورة اللي هي وأنا خلاص وأنا ما فيش شعر خالص، فقلت ألخبط شوية الفانز عندي بأنه يا ترى طب هو فعلا عمل شعره كده ولا في شعر طويل دلوقتي؟ طلع شوية بتشبه بهاء سلطان. تحس إن أنا أخوه. لا بهاء حبيبنا، وبرضه فرصة أسلم عليه عن طريقه هنا. وفرصة نحن نسأله عن أغنية أنا مصمم اللي صرح بهاء سلطان مؤخرا في برنامج أنغام أن شركة الإنتاج رفضتها في البداية، رغم أن رامي جمال يصفها بأنها أفضل ما قام بتلحين. هيدا اللحن ليها لقد بتحبه؟ اولا انا بحب بهاء سلطان، ثانيا انا من الناس اللي اشتغلت مع كل نجوم الوطن العربي، بس قليل قوي لما كنت ببقى عايز اشتغل مع حد يعني، انا لسه مثلا نفسي اسمع اغنيه ليا بصوته، بهاء كان واحد من دول، فلما بدات اشتغل في الاغنيه انا عاده ما بحبش اشتغل في تراك وانا عارف انه رايح لشخص معين، انا بحب دايما الابداع يحصل وبعد كده نشوف الابداع ده لايق على مين، لكن الاغنيه دي تحديدا انا قعدت اشتغلتها لبهاء ودي حاجه ما بتحصلش، فلما طلعت بالمنظر ده انا فرحت جدا لسبب، لان انا تجربه جديده بالنسبه لي ان اجرب حاجه
ما عملتهاش قبل كده، اللي هو فكره ان انا زي ما بيقولوا كده تحط حد في دماغك وتعمل له اغنيه وانت لحد بتحبه، وبعد كده في الاخر ربنا يكرمنا بانها نجحت جدا. دي حاجه بالنسبه لي كانت يعني نتيجه الحب بتبقى حب، وانا بحب بهاء وبحب المزيكا، فالحمد لله كانت النتيجه ان الناس حبت التراك. فيبدو ان الناس تستمتع بشكل كبير بالاغاني الدراميه لرامي. انا شويه بحب الاغاني دراما وبتبقى سهله بالنسبه لي، لان انا بحب، كنت انا من وانا صغير بحب اسمع النوع ده من المزيكا. هو احنا الاغاني الهاتس والجوده هنسمعها في مكان سهره، تسمعها في الصيف في السيزون اللي انت قاعد فيه بتغير جو، لكن عمرك ما هتبقى ماشي في الشتاء والدنيا بتمطر تسمع اغنيه هات. عمرك ما هتبقى وانت بتحب تبعت للي انت بتحبها اغنية هات. عمرك ما وانت بتزعلان من اللي انت بتحبها تبعت لها اغنية هات. دايما هتبعت لها الحاجات اللي هي اللي فيها الفيلينجز. فانا دايما دموع. والله كنت عم بسألك على اغاني درامية لانه انت استفتيت جمهورك اي اغنية درامية اكتر شي بحبوها. هلا انا قعدت اقرأ بهالكومنت ما طلع معي شيء، لانه صراحه كل الاغاني بحبون الحمد لله. بس انا بدي اسالك، نقي لي بس ثلاث اغاني بالترتيبيه هيك بالنسبه لك كثير هيك قرب لقلبك وبيعنوا لك. والله انا بحب اغنيه مثلا تعدي سنين، بحب اغنيه ما فاتش بيا، بحب اغنيه فتره مش سهله. دول ثلاث اغاني من الدرامات اللي انا اللي قريبين لقلبي انا كرامي.